صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدي صحابة أدي من سكنا سم فشتو بود سكابتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأت الأو دي فشتو بود رسول الله صلى الله عليه وسلم ودي أفرت أل دي هدف رسول الله صلى الله عليه وسلم ودارمي الله سبحانه وتعالى بري سرمي قرآن جانج بو جانج فليل قرآن الله سبحانه بري سر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فري كواليتيتنا دي وار فاليقفوليتنا صحابة رسول الله صلى so, no, um, الله عليه وسلم هدأة أوف إيمان. صلى ليسر ام هستوريين تل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تل أبو بكر رضي الله تعالى عنه تل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تي علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه تي عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تي الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه تي عائشة رضي الله تعالى عنها تي خديجة رضي الله تعالى عنها تل حفصة رضي الله تعالى عنها نبي ليسر ام هستوريين الصحابة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الرسل التاج الأمين وعلى أصحابه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وأسأل الله جل في علاه أن يجمعنا في جنته ودار مقامته كما جمعنا في هذه البقعة وأرجو الله أن يجعلها بقعة مباركة بعد أن جمعنا هنا لله سبحانه وتعالى برود روسسترا فشت فرمست سبين يا ميولوف برسال الله سبحانه وتعالى Og takke Allah wa ta den allmektige, den barmhjertige og den nåderike. Og så sender jeg velsignelser på min kjære profet Muhammed. Og så vil jeg takke alle brødre og søstre som har kommet og deltatt i denne konferansen. For deres tilstedeværelse er kun for Allah, wa og måtte Allah wa belønne dere enormt for det. Og så takker jeg alle brødre og søstre som har jobbet og forberedt for denne konferansen. Og Det er en ære for meg å delta i en av konferansene til Islamnett. Og Dette er min første gang. I dag så står jeg her, brødre og søstre, jeg har egentlig ikke kommet for å holde en dars eller en tale. For det forlater jeg til min kjære ulemme, lærde og imme. Jeg er ingen alim, jeg er ingen sjeik. Jeg er kun en imam, en hafid. Allahu wa ta'ala har begavet meg med Hans bok, Koran, og litt av kunnskap av islam. Så jeg er her for å formidle litt av islams lære, profetens lære, til dere. Og dette er mitt ansvar. Og jeg står her, brødre og søstre, for å minne dere. Ikke skape en underholdning. Kun for å minne hverandre. هدت هارا نار مس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دت نار مس سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم هم بلاي منه هم صحابة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فور صحابي يطلع رصير أت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في بابك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وات صلاة الفجر سبين تانوس نص أوس صلاة الظهر وفرا صلاة الظهر تيل صلاة العصر وفرا صلاة العصر تيل صلاة المغرب وفوت أم أم أمارات الساعة أم تاين أفضل مداجن علمه من علمه وجهله من جهله أثنون آس هسكير قط ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساء أثنون أوص جلمت ذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وسيه. صلى, so صلى الله عليه وسلم مسنّد أحمد سستوداء. رسول الله صلى الله عليه وسلم هملايدو ستة من صحابة رسول الله أتر صلاة الفجر ويوم مذاكرة مذاكرة ببتير ومن الصحابة أمضى دا من الصحابة أمضى من الصحابة, الصحابة برادر وسترة ومن رياليتهن أليفة من الصحابة أم رئيس بيس كرئيسة باكتر الله سبحانه وتعالى وبس كستل وصفر الله سبحانه وتعالى يلدق وده رفع سبحان الله نرمست آه نوريكوميتي طالة وفورد راق ده عم مذاكرة وده عم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وده في النبي قرآن الله سبحانه وتعالى يطرق قرآن وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَةَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ورسول الله من أندر فري بومنسا ديvil بوvilka وديvil yin nittatil vam تيكي مسلمر للمؤمنين تل مسلمين تل مؤمنين تل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يدفعون تل لفراندر و ستي فراندر تعالوا بنا نجلس ساعة نؤمن بربنا لو ست مفراندر لو ست سمن و من مفراندر فلتا هاريس فشترك فشترك فورس ايمان ودار الله سبحانه وتعالى يطالب القرآن وذكر إن نفعت الذكرى ويا رسول الله من أندرى فور بوميلسا دبل يستورنيكتة ودار من الله سبحانه وتعالى أوصول يطالب القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون يا رسول الله إنما المؤمنون تاين أف مؤمنين أر نريه سكر نربي بومة الله سبحانه وتعالى وجلت قلوبهم درس واذا تليت عليهم اياته ونور الله سبحانه وتعالى القران بالرسيتات زادتهم ايمانا درس ايمان او وعلى ربهم يتوكلون او تلسي نوسس الله سبحانه وتعالى تعالى تَعِينَ of مؤمنين تَعِينَ of ايمان وداما ان مؤمن دوران سيتور الله سبحانه وتعالى og sitter i en sånn samling. dermed de samlingene her, brødre og søstre. Vi er avhengig av dem. Ikke bare én gang i året eller én gang i i to to år, eh, to ganger i året, eller en gang hver måned mai. Vi er avhengig av disse samlingene hver eneste dag. Både hjemme og i masjid. Og med hverandre. Hva betyr det? Det betyr å snakke om Allah subhanahu ataala. Å snakke om akhira.

أم أندر بروفيتر زكريا عليه السلام أم موسى عليه السلام علماء سير كاد القرآن أن يكون موسى قرآن has not blit الله قرآن has not blit كن أم موسى عليه السلام يعني الله سبحانه وتعالى قنع بو قنع فتلر كن موسى ميو موسى عليه السلام والسلام وهم يوسف عليه السلام أم أندر بروفيتر آدم عليه السلام يدريس عليه السلام إسماعيل عليه السلام وصفي دراه أم الله بروفيتر أم من أندر بروفيتر والله يطار القرآن منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك يا رسول الله دع بروفيتر أندر بروفيتر سوم فينس سوم فيك هفو ودع بروفيتر فيها فو تالتا أم وفي مون بروفيتر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يطار الحديث سوم أي مسند أحمد هندرو شو بتوسن بروفيتر الله سبحانه وتعالى هرسنتي بردن فرو قصص النبي عليه السلام، نمت قصص الصحابة، هي الصحابة، الله صلى الله عليه وسلم، عليه الصحابة عليه منسكنا، ثم فشتو بُدْعَبَةِ رسول الله صلى الله عليه وسلم علي صحابة. علي الله صلى الله عليه الصحابه عليه منسكنا ثم فشتو بدعبه

صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هضأ إيمان إيمان ليس أم هيستورين تلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تل أبو بكر رضي الله تعالى عنه تل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه تل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه تل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه تعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه تعائشة رضي الله تعالى عنها في خديجة رضي الله تعالى عنها الحفصة رضي الله تعالى عنها نقول اسمه يستورضص الصحابة من سبحان الله إيمان أكر إيمان أكر خديدي في منسكنا سأفرت for الله سبحانه وتعالى نمر ترى درسناكم أسباب الإيمان سأVISKASTA KOM I DAG OCH SÅ INSHALLAH أسباب الإيمان يعني تلتك الإيمان مدلر وَإِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْمُنْكَرُ Oppnå uh, 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 eller uh, uh, implementere den imamen som Allah wa ønsker fra oss. Den imamen som Allah wa ønsker fra oss. Og det finner vi i rasulullahs salam. Det finner vi i og det fjerde er å snakke om muhyabat. Det betyr at vi snakker om ting som er usynlige. Ting vi ikke ser. En muhmmin tror på engler, men en mu'min kan ikke se engler. المؤمن تروب الله سبحانه وتعالى من المؤمن كان الله سبحانه وتعالى المؤمن تروب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المؤمن سارك رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن تروب ألف فتيد في نشأي القرآن من مؤمن هارك أُبْلَغَتْ فَتِيدَنَّ مَنْ هَنَّ تُرُوبَهُ دَهْمَ تِيدِيَنَّ سَنَبْفِي نَشَأِي قُرْآنٍ مَنْ مُؤْمِنٌ هَرِكَ أُبْلَغَتْ فَتِيدَنَّ مَنْ هَنَّ تُرُوبَهُ دَهْمَ تِيدِيَنَّ سَنَبْفِي نَشَأِي Of المؤمن مؤمن ايمان بالغيب الله سبحانه في القران الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون دي ترونه مؤمنين ا الذين يؤمنون بالغيب دي سم غيب ايمان بالغيب على اصل الايمان او ترو الخفي <applause> غير اصل إِيمَانٍ وده فين في القران موسى عليه الصلاه والسلام تكبشاف الله سبحانه وتعالى امرايسته فرعون. ودا هان تكبشام امرايسته قد فرعون الى الله سبحانه وتعالى فقل له الله سبحانه وتعالى فقل له قولا لينا فقل له قولا لينا او موسى سنقت ميك vær فرعون دير ميك مفرعون سو so, اوير ميك ده ار ان او سو مؤمن الله سبحانه وتعالى القران في غزوه احد ده رسول الله صلى الله عليه وسلم ده مؤمنين تبتة كامن ودها نون الصحبة، ثم فرلوت شlag ماركن، ودا دي ماركن، ده سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرلات شlag ماركن ده هن سني إسلام، نور ده أري ده تيلسندن، ودا سورة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ده رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب باقي مدينة المنورة، وفتبك ملين تير الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله، فبما رحمة من الله لنت لهم، يا رسول الله الدفر ميك مص الصحابة سم فرلوت شلاغ ماركن ده تبار ان رحمة ان نودة ات نودة وان الله سبحانه وتعالى so, الله سبحانه وبارميك الله سبحانه وتعالى نبنده سم رحمة فر الله سبحانه وتعالى سم رحمة فر الله سبحانه وتعالى ثم موسى عليه الصلاة والسلام هم فو الله سبحانه ومسنقة الفرعون فرعون في اللي كهره فرعون vill bara قوت دعوة موسى عليه الصلاة والسلام من دا موسى عليه الصلاة والسلام يك بي هنو بني إسرائيل فبي شون فبي هاو وفرعون دركنا دا فرعون فرهن دركنا نفسهن قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل هو الله نو ترو هرن بنو إسرائيل ترور Men hva sier Gud? Det er for seint. Hvorfor var det for seint? Det var fordi at den situasjonen så begynte Fir'aun å se Melekul Maut. Han begynte å se dødsengelen. Og når du har begynt å se møyebet, usynlige ting, så er det for seint. Da har du tredd inn i den andre verden, i den neste verden, i verden vi skal leve i for evig.

هان هيتر حندلتو الأُسَيْدي، حنظلة الأُسَيْدي رضي الله عنه. حنظلة الأُسَيْدي رضي الله عنه، هان فار إبلانت كتاب الوحي. هان سكريف وحي، open بارين. هان سكريف وحي فرسول الله صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، معاوية رضي الله تعالى، الله ديفار كتاب الوحي. ديسكريب وحي اوبن بارين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيك ان دوغ همت ابو بكر رضي الله تعالى عنه بوين ودا بكر رضي الله تعالى مترام تصبر رسول ابو بكر رضي الله تعالى عنه بشمل كيف حالك يا حنظله ورن غوده مدا وحنظله سو رضي الله تعالى عنه حنظله الأسيد رضي الله تعالى عنه هانصفو رما نافق حنظله حنظله على المنافق هيكلر سو ابو بكر رضي الله تعالى عنه صير وما ذاك بو دان ديو حنظله دعاري بلاند كتاب الوحي دعارين صحابي دعاري بلاند سيتمي رسول الله صلى الله عليه وسلم سو حنظله رضي الله تعالى عنه يا ابا بكر نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا بأيام الله والآخرة فكأنها رأي عين في أرم رسول في سترم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم من رسوم الله سبحانه وتعالى وآخرة في بلس هو بوبركت سم أم في سير آخرة سم أم في سير جنة سم أم في سير آخرة جهنم من نورف اللاطر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاسفنا الأزواج والأولاد والضي وفي أرقو وبان وأين ديلر سو قلم دي أم هس رسول الله صلى الله عليه وسلم سو بكر رضي الله تعالى عنه

Hvis dere hadde vært i samme tilstand i samme tilstand som dere, som dere er hos meg når dere er, er hos meg Engler hadde hilst på dere. Men, hva betyr det? De hadde vært på den nivåen av ihse at de hadde tredd inn i usynlige verden. At Meleh ikke hadde kommet og hilst på dere. men

Naturlig, naturlig at en person glemmer litt. Og, 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 og føler at han har trukket seg litt bort fra din og bort fra Allah og Hans kjærlighet. Bare jeg vil fortelle av denne haditen, kjære brød og søstre, at man gang på gang hver dag trenger å bli påminnet. Sitt hjemme. Sitt med barna. en 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 til til og sellem. og les en til Rasoolah, og av en vakker bok الإمام نووي رحمه الله تعالى أصكي لبتن فكر بوك براكت في البوكس كاسيدر رياض الصالحين رياض الصالحين فين سبون بو أرابيسك بو أردو بو إنجلسك بو نوشك بو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلي رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع إلى التربية أبدراج لسيتي بونا أصا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأنسيت عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله نرزق نون سبر الله سبحانه وتعالى نرزق سبر ميل الله سبحانه وتعالى علماء سير عبد الله رضي الله تعالى عنه وضع سيف ملوم سيف و تيور وفي سير عقيدة بان نعي ترنجري كل عرا عقيدة بان يودو ترنجري لا عقيدة بان لا عربوط عقيدة بان Faktisk fra barndommen så må barn lære akida om Allah. Dyrker imam og akida i barns hjerte. Slik at barn skal vokse opp, oppveksten til barna skal være solid. Solid, full av kjærligheten til Allah. Hvordan forventer dere at et barn skal ha kjærligheten til Allah, komplett kjærlighet, av Allah, når barnet er femtiseks timer på skolen, kommer tilbake hjem fra skolen, hjem, lekser fra lekser til TV-en, barne-TV, tegneserie

قيل وما يا رسول الله قال حلق الذكر وكما قال عليه الصلاة والسلام نرى قور نر بصير وقور فر بي هاقنا اف ست دي ودران نتا اف دي هاجنة. صحابة سبرت يا رسول الله ذاعر هاقر جنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق الذكر ده ار دي ساملين لنجنة هار ذكر سم هار سن... سم الله وآخرة سنة سم لنجنة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتت Rasoola, Det er en vakker hadith jeg vil ta opp med dere i dag. Som består av både rettighetene til Allah wa og rettighetene til mennesker. For islam består av to rettigheter. Hvis man klarer å fullføre og utføre og gjennomføre og, og praktisere rettighetene تير الله تيل فلا تيل رتتها الله سبحانه وتعالى ورثتها تتمان سكر دخل الجنة هن بيجدبرون أو في الجنة تير الله سبحانه وتعالى دعاه ورث إيمان وورث إسلام دراية شهم نو فدانس كفيكم فهمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذكر حديث أبو هريرة رضي الله تعالى ربطه ودار ربطات أبو مسأ أبو رحمه الله تيرمدي وأبو داود ابو هريره رضي الله تعالى عنه سير ان داغ بسط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم سا من ياخذ مني هذه الكلمات ذم اديرا انسكر او دي رود نفرا ماي كوم نرود فلق <applause> نرود فرا ابو هريره رضي الله تعالى عنه بار المحدث هنظري بلان دي سوم قوتو كي اسلام اسيست بريودن اوف

رسول ابو رضي الله تعالى رقب يا يا رسول الله ياي رسول الله صلى الله عليه وسلم يمه نضه هن ابو هريره رضي الله تعالى عنه سو ابو هريره سير فعدهن فعدهن خمسا سو هم بينت دي رودنا ودي وا رود وبصير انت ابو هريره رضي الله تعالى عنه يا ابا هريره اتق المحارم تكن اعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام فكر حديث برقت في الحديث في إداغ هارن أبريكتي انتنشون på at før jeg forlater salen سكاية رسول الله صلى الله عليه وسلم. او ابو هريرة اتق المحارم تكون اعبد الناس فريكت حرام. هولي حرام بلانت عُبَادَ وعابد سبحان الله

Hvit sannelig, det er en organ i kroppen. Hvis den organet er oppriktig og riktig, så er alle våre handlinger i riktig vei. Og hvis den organen er fa, f, ø, ø, korrupt, så handlingene våre får også være korrupte. Hvilken organ er i ja, qalb Det er hjertet, det er hjertet, det er hjertet. Det er hjertet, det er hjertet, det er hjertet. Ja, for biya, musra, tislim, Deres jobb var å jobbe med hjertet til mennesker. For den hjerten her Vet du Hva det betyr det? Det betyr det er det stedet Allahu Allahs syn retter mot. Hva betyr det? Når Allahu Allah ser på et menneske

Inna wal wal ula kana ula. Hvit sannelig dommedagen. Syn, hørsel, hjerte, all kroppsdel. Syn, hørsel, hjerte, tanke. Syn, hørsel, hjerte vil bli spurt i dommedagen. Syn, hørsel. Det har en sterk påvirkning på hjertet. Det er for Allah, alltid. Når han nevner syn og hørsel i Koran, han nevner hjertet også. Det er de fire kanalene som fører til hjertet. Når hjertet er korrupt, brødre og søstre, så er alt korrupt. Rasulullah sallah uttaler videre Vær tilfredsstilt fordi Allah har gitt deg. Du vil være den rikeste personen i verden. Allahu Akbar.» Er ikke den rikeste personen millionær? Er ikke millionær millionæren rik, rik? person? Er ikke Billionær en rik person? Er ikke en person som eier så så mye og så mye, den rikeste personen i verden? <tøk> er ikke Bill Gate den rikeste personen i verden? Svaret er nei. Vær tilfredsstilt for det Allah har gitt deg. Vær takknemlig. Du vil være den rikeste personen i verden. Allahu akbar. Jeg uh, har en uh, venn og bekjent Han uh, i England Han hadde 110 butikker, telefonbutikker. Og subhala, Han hadde en partner som het David. Jeg og han gikk til hajj i to år 2000 eller 2001, jeg husker ikke helt. Og subhala, Da vi var i Arafa, så får han telefon fra, utlandet, fra, fra England på at du må komme Umiddelbart. Ellers så går hele selskapet konkurs. Så Subhallah han hadde, var så sterk, og han sa til meg og oh, Mohammed. Allah ga meg det. Om Allah vil ta det, så kan han ta det tilbake. Men jeg er i hajj nå. Da han da vi reiste tilbake til England, så mista han alt. Og Subhallah, Jeg var en student da, og da han pleide å komme til meg så pleide han å komme til meg med Ferrari noen ganger og ned med Porsche osv. Men denne gangen som kommer han med vanlig Toyota, vanlig Mercedes osv. Han mista alt. Hans venn gikk for å ta selvmord. Hadde ikke vært han vennen min, så hadde han tatt selvmord. Han tålte ikke å tape alt. Men en må-min tapte det. Og Han hadde stolte på Allah og han hadde tro på Allah. Allah ga meg det, Allah tok det tilbake. Kanskje Allah skal gi meg tilbake. Og I dag sier han si til meg Muhammad, Allah har gitt meg mye mer enn det jeg hadde. Allah har gitt meg mye mer enn det jeg hadde. Så vær takknemlig fordi Allah gir deg. Det kan være lite, men glem aldri at øynene du har, det er verdt mye mer enn penger og eiendeler. Hendene du har det har vært mer enn eiendeler. Ibrahim al-Adham ala, han møtte en person som klagde mye. Og jeg har ikke det, jeg har ikke det, og jeg har ikke det.' Så Ibrahim al-Adham ala sa 'Ville du gitt meg synet ditt for 200 000 dinar?' Han sa nei. 'Ville du gitt meg hendene dine for 200 000 dinar?' Han sa aldri 'i livet'. Ville du gitt meg

Vis god oppførsel til din nabo. Du vil være en muhmmin. En muhmmin? Av å vise god oppførsel? Hvorfor det? Hvorfor en muhmmin? For rettighetene til naboer er mange. Problemet er i dag vi leser ikke om andres rettigheter. Vi kan ikke rettigheter mellom mann og kone engang. Vi vil ikke lære.

Og i dag, Kjære brødre, når jeg leser hadithen her jeg husker hadith, Når man tenker på sosiale medier, Facebook, Internett osv., så, så tenker man på Rasulullah hadithen. Plutselig får du en melding. Å, søster. Når du får en melding fra en bror si til han, frykt Allah, Om du er interessert i meg, kom og bank på døra. Og hvitt sannelig at min far har hans kriterier også, som du må tilfredsstille. For en kvinne, en jente i islam, er en diamant. Er diamant. Og for dere brødre, det er ikke bare å gå banke på døra og si 'jeg er forelsket i dattera di'. Nei, gå og vis interesse. Du må vise interesse. Mannen, øh, hva heter det, øh, pappaen til jenta har sikkert også krav. Du må tilfredsstille de kravene. De retningslinene. Sånn er det i islam. Du må klare å forsørge kona. Du må ha god oppførsel, oppførsel, og du må ha din. Hvis du ikke har de tre kvalitetene Du trenger ikke å gå og banke på døren engang. Rasulullah sier videre hadith, Og lik for andre brødre og søstre det du liker for deg selv. دويل واره ان مسلم مؤمن المؤمن و مسلم ان مؤمن اهي المسلم, المسلم. المسلم. من الله سبحانه وتعالى يط القران فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين من المسلمين فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين يعني ضئ لكم ابراهيم عليه الصلاه والسلام وفرثتت اسلام ابراهيم عليه الصلاه والسلام الله بريس ابراهيم عليه الصلاه والسلام القران صملائك so, وإجل ق إبراهيم عليه السلام وديجهم بشي وومطلوط منفتتر لوط عليه السلام هانس لانسبي وهنسبي بالبلسفتة ص so, إبرايم عليه السلام سلام بلشمرز قدر وتوا عليه صوط عليه السلام دي عليه السلام وديسيير فأخرجنا من كان فيها من المسلمين في تكوت في فما وجدنا فيها غير بيت من المؤمنين بل إبْلَانْتْ دي مسلمنا صفار يكون إتهوس صفار المؤمن مؤمن يعني لوط عليه السلام سو إسلام علي من درق لاد إن إيمان إن إيمان ودار الله سبحانه وتعالى ألتد مو يوصل إلى إيمان والنبي صلى الله عليه وسلم يدرى ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب ايك لي فوميا Noen vil kritisere oss nå og si at islam er alltid slem, og Islam, islam tillater en ikke noe. Rasul Det det. er ikke det, sier ikke at det er ikke lov. Å le, men altså ikke for mye. For i Tumi, tul qalb, det, uh, uh, det uh, Imen i hjertet forsvinner av det. Hvorfor det? Når man ler veldig mye, så er ترير من إني غفلة غفلة بتيرة من بين القلم الله سبحانه وتعالى وقلم الله سبحانه وتعالى دعفارة ودرافري إسلام سهبي ألتد وفاه بن إسلام بن روب الله أكبر الله أكبر, أكبر. وفر الله أكبر الله استشت من هر من الدنيا مي وتيان مبيل مي بيل مي فراري مي, مي هوس مي ركه إنبولي

Og han stopper da. Og hva sier han? Det er ingen velsignelse og ingen baraka i den jobben som utføres som utføres mens man hører bønneropen. Mens man hører Allahu akbar. Allahu Akbar. Så Han stoppa der og da. Kasta øksen og direkte til moskeen. Subhanallah. Og den imamen må vi nå. Ha. I dag som brødre, hver dag hvor man må. thinking في تلبر الله سبحانه وتعالى ريا يعني الله سبحانه وتعالى ستبقى كتير دار الله سبحانه وتعالى دار الله سبحانه وتعالى دارoscope إيمان دارoscope شاليات الله سبحانه وتعالى وديسة سامملين هنا هذي ايه 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 ايه

اللي فور ميدلكن سكابن الترمذي رسول الله صلى الله عليه وسلم هان فور اجر اف حج الله اكبر اجر اف حج ها تينك شار برودرا وفو كومي ماي تيل مسجد وفو سكاي مسجد يو فري برور وسستر بيز دو بي تيل بيريا ما سفور اجر اف صلاه من بزد دو كومي تيل مسجد سفور اجر اف صلاه وبيز بيراي سيرتي مكه المكرمه سفور اجر اف هندرت صلاه

داغلي ويذكر الله الله سبحانه وتعالى وذير الله صمن فودير تسد فارلسا ذاك الله خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.